بالامانه كده عندك كام سنه؟ عندي 32 سنه. طب بالذمه مش عيب يكون عندك 32 سنه وتقول الكلام ده. بلاش تهريج يا مصطفى، انت اللي بتهرج مش انا. قال تتجوز قال الله. طب وفيها ايه دي؟ ده انا بحسدك. اسالني انا عن الجواز، عما شكله وما تعبه. الجواز ده زي الحب بهدانه. لبسي. ايوه اديني كوبايه ميه. حاضر. الشيشه المعتبره. اللي اقول يا لطفي، عمرك حبيت؟ ايه اللي دي؟ طبعا حبيت يا واد. يا شقي يا دون جوان. ويا ترى سعيد مع اللي بتحبها؟ وانا بقيت لطفي الا بعد ما حبيتها. ولسه لطفي ولا اتجوزتها؟ اتجوزتها طبعا. ولسه لطفي. تستاهل. ادي اخر شاوة. بتحبوا بعض بقالكم قد ايه؟ من زمان قوي. كانت جارتي. ياما سهرت ليالي، ياما كانت برضه من الحبيبه اللي في الحته، لكن برضه ربنا نصرني واتجوزتها. هو في احلى من الحب بس حسن؟ شيشة حلم يا لطفي. عندك شيشة حلم يا لطفي. جالك كلامي؟ اعظم حاجه في الدنيا الحب. الناس بتعيش عليه وتقابل سعادتها من خلاله. الحب بيخلي الدنيا طعم تاني خالص. يا جدع، هو في احلى من حياه العزوبيه؟ وعلى كل، انت ناسي انك متجوز الجورنان؟ شغلك خليك كده طاوعني. تعرف يا مصطفى، الواحد منا مهما كان مشغول، اول ما بيروح بيلاقي نفسه لوحده بين اربع حيطان، بيحس بالوحده، بالفراغ، الملل. بس قدام ده بتقدر تخرج زي ما انت عايز، وترجع معاد ما انت عايز، وبالك رايق زي ما انت عايز. انت عايز ايه؟ عايز احس بحياتي، اعيشها. لكن ايه اللي غيرك مره واحده؟ كنت بدور على الانسان اللي تقدر تفهمني، ولما قابلت صفيه حسيت انها الانسان اللي كنت بدور عليها. ورق ورق البريمو اللي يكسب السحب الليله. ورق ورق البريمو اللي معاك يا كشف امبارح. اهو. ونسافر ايطاليا نقضي الصيف هناك واجيب لك العربيه. يوه، بقالي كتير بسمع النغمه دي. انا عايز اشتري ورق اشوف بختي. خد يا شاطر. نعم. والله السيجاره يا روحي. اخد دي؟ لا، خدي دي. اوكي. انتي هارس. سيجارة يا روحي. جلابيه كده ليه؟ ايه؟ الناس كلها بتلبس كده، اشمعنى احنا يعني؟ بقول لك ايه، ما تجيبي قصلي جلابيتك بالمره. لا يا اختي، انا ما اعملش المسخره دي. اسكتي يا اختي، المسخره ديت بيسموها موضه. موضه؟ وايه اللي قلب كيانك بالشكل ده؟ اسمعي يا زوبه، انا زي اختك واعرف عنك. اوعى يكون ورا الحكايه دي حاجه. حاجه ايه؟ يعني يكون حد ملا مخك بكلام فارغ، ولا يكون عينك من حد؟ الديابة كتير يا زوبة، حاسدي وانتي طيبة وعلى نياك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. تفضلي. على فكرة انا نسيت اقولك، يا فندم دي بتطلع منك زي السكر. ميرسي يا فندم. يا ايه؟ يا هانم.
ادهم بيبعت لك الكتب دي، هتلاقي فيها كل اللي يهمك عن عملك الجديد. متشكر. ادهم بيه ده شخصيه ظريفه جدا وباين عليه مثقف قوي. اوه كل وقت فراغه نازل قرايه. اقدر اسالك سؤال يمكن شخصي شويه ما يضايقكيش؟ لا ابدا اتفضل. بقالك قد ايه مع ادهم بيه؟ مش فاكره بالظبط بس من مده طويله. بتسال ليه؟ يعني تلاقي خلاكي غاويه قرايه انت كمان. انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. انت مش كنت موجود في الحفله الخيريه اللي عملتها جمعيه الطفل السعيد؟ ايوه كنت موجود. كنت دايما باصص لي. انا حسيت انك كنت عايز تقول لي حاجه. كنت عايز تقول لي ايه؟ ابدا، يمكن عشان كنت يوميها شيك قوي لفت نظري. ثم انك يعني. يعني ايه؟ يعني. وانت كمان شديت انتباهي اول ما شفتك في الحفله. كنت حاسه بغربه وسط الناس، ما كنتش لاقيه روحي. وانت كمان كنت بتدور على حاجه. بدور على نفسي. ولقيتها؟ طول ما انا بدور يبقى لازم هلاقيها في يوم من الايام. جميل جدا ان يكون عندك امل. انت انسان طيب وتستاهل كل خير، وانا سعيده اني اتعرفت بيك. انا اسعد يا فندم. يا هانم. بلاش هانم يا فندم دي. انا اسمي نجوى. اسمي ايه؟ نجوى. واحب اني اسمع صوتك ويسعدني اني اشوفك كتير دايما. ده نفس الشعور يا نجوى. ايام ما تيجي في زياره ادهم بيه نبقى نتفق. عن اذنك احسن عندي ميعاد مهم قوي. مع السلامه. ما تتاخرش، احنا مستنيين. ان شاء الله. مع السلامه. انت مستني حد؟ الساعه بقت 4. لا انا مستني مراتي. هنزل اشتري لها شويه حاجات، قلت بدل ما اروح البيت وارجع انزل بيها تاني تغدي هي الاولاد وانزل اقابلها واحنا في وسط البلد. هات الصف اللي هناك ده. حاضر. انت لسه هنا يا استاذ منصور؟ ادي سيادتك شفت بعينيك، ما بتنقلش من هنا قبل الساعه 6 كل يوم. عظيم، ده شيء كويس جدا يا استاذ راضي. متشكر يا فندم، ده بفضل توجيهاتك وتوجيهات الاستاذ منصور طبعا. العفو يا استاذ راضي، ده يا فندم موظف كفء صحيح وعمله منظم وواضح. انا ثقتي فيك في محلها يا استاذ راضي، وارجو انك تستمر في نشاطك ده، وده بالطبع هيفيدك في التقارير السنويه. طبعا يا فندم، ده ممتاز. ربنا يوفقك. مع السلامه. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. هات لي فنجان قهوة. حاضر. بسرعة. أنا نازل بقى، زمان مراتي مستنية. متشكر يا منصور. فاكر أول مرة جيت هنا وقلت لي ممنوع التدخين؟ فاكر يا أستاذ راضي فاكر. أستاذ راضي. نعم. ألاقي معاك 5 جنيه سلف. يا سلام. 10 جنيه. ياه، أنا بقى عليا كام دلوقتي؟ يا سيدي ما تعدش، إحنا بينا وبين بعض حساب. امسك امسك. أنا متشكر قوي يا أستاذ راضي. العفو منصور. مع السلامة. أنا تحت أمرك في أي حاجة تطلبها. بقول لك إيه؟ أمال القهوة فين؟ إيه؟ مش هتشربها؟ اشربها انت.
واحدة، أدي خبر للبيت. اتفضل. في واحد أهو عاوز يقابل البيت. أهلا يا ونس. اتفضل. انده المدام. حاضر. أهلا أهلا. صباح الخير. صباح النور. اتفضل. أدهم بيه موجود؟ أيوه موجود. هندهولك حالا. اتفضل. مدام نجوى، في ضيف عزيز بيه بيقول لك اقعدي معاه لغاية البيه ما يجي. حاضر. أنا هقوم أقعد معاه. لا، خليك أنت. أنا هروح أقعد معاه. صباح الخير. اهلا اهلا استاذ نشأت. ازاي صح يا فندم؟ وحشتني، بقالي مدة ما شفتكش. مشاغل يا هاني. ما بلاش هاني دي، انا حاسه ان مفيش داعي للرسميات، بلاش هاني خالص. بونجور نشأت بيه. اهلا يا فندم. اتفضل. من سمات رجل الاعمال الناجح الدقه في المواعيد، عشان كده اقدر اعتبرك رجل اعمال ناجح. اتفضل. وبامتياز كمان. يا فندم انا مجرد موظف عادي. لا ما يمنعش انك تكون راجل اعمال، يعني مثلا من خلال وظيفتك ممكن تكون اعمال خاصه تكسب منها من غير ما تضر اي حد. دي ما تبقاش اعمال بقى، تبقى استغلال للوظيفه. استاذ نشأت، يعني لو قلت لك اني هكسبك 300 جنيه شهريا فوق مرتبك ترفض؟ بس مقابل ايه؟ مقابل صداقة تربطنا ومصلحة متبادلة تنفعني وانفعك. ممكن توضح الفزورة دي شوية؟ بيتهيألي نشأت مش حيرضى يحرمنا من صداقته. نشأت كده حف. لا يظهر انك قدرت تتفهمه بسرعة. تليفون عشان سعادتك. عشان انا؟ عن اذنكم، بيتهيألي نجوى هتقدر تفهمك اكتر. ما تتضايقش من كلام ادهم بيه، ده راجل طيب قوي. ممكن اعرف ايه معنى ده كله؟ فلوس تنفعني وانفعك. ادهم بيه يقصد ايه؟ ما يقصدش حاجه، واحد عايز يبقى صاحبك ويقدم لك افكار ومشروعات علشان مصلحتك. يمكن عايز يعمل معاك مشروع، شركه. انت ما تعرفش ادهم بيه. صحيح، انا ما اعرفش ادهم بيه كويس، لكن مسيري هعرفه. انا مش عارف كنتوا هتعملوا ايه من غيري. اسمع يالا يا فندم، هاتي واحد شاي كشري. من عينيا يا جدع. انت مش هتبطل اكل الا قول لي. مفيش حاجه النهارده؟ لا انا ارتبطت كفايه. اجل اللي ناخده منكم الارخ يا ناس، يا شر كفايه ارخ. طب يا سيدي. بسم الله يا ابو علي، دي لسه سخنه. شكر. كلت. كلت. كلت ايه؟ كلت ايه؟ يا نهار ابيض. حسن يا علي حسن، هتودي ناس في داهيه، دول ناس كبار قوي. ولو يعني كبار. صدقني يا مصطفى، احنا اللي كبار مش هما. لا ده انت باين عليك بتخرف. احنا اللي كبار يا مصطفى، عشان احنا اللي باقيين في الطريق. طريق ايه وسكك ايه؟ طريق الحريه. عارفه، مش اللي في اسكندريه. بلاش تهريج يا مصطفى، انا قصدي حريه الكلمه والفكر والانسان. ده طريقنا بنمشي فيه، وكل ثروتنا في عقولنا، افكار ومبادئ، مش خداع وغش وتزوير الحقيقه. ثروتنا هنا في عقولنا، مستحيل اي حد يقدر يسحبها ويغيرها. وعشان كده انا متاكد ان بكره بتاعنا، عشان احنا ولاد بكره. القهوه يا استاذ حسن. حطها على المكتب. حاضر. فين شاله؟ استوى يا استاذ مصطفى. خلصت الصور؟ طبعا. شايف التصوير؟ شايف الفن؟ مش هتعرفوا قيمه ابو درش الا بعد 200 سنه. لا لا لا، 300 سنه. حسن، مش ده الجدع اللي جابه عزيز وبيقول ان هو دي كسب البريمو؟ ايوه هو. صحيح، واقف جنب مين دي؟ وعزيز هنا واقف معاه في صوره ثانيه. ها؟
ده فين عليه من العيال اللي بيبيعوا نصيب؟ عم عبد اللطيف. نعم يا دين. اشتري لي نص كيلو كباب وعلبة سجاير من اللي بطلبه. حاضر يا فندم. مش هتروح؟ لا انا هقعد هنا لحد ما اخلص ترتيب الدوسيهات دي. روح انت واستريح. يعني مش هتعوزني في اي خدمه؟ لا مشكلة. طب سلام عليكم. مع السلامه. اقعد يا زغلول، اقعد. ايه بلعب؟ اقعد بقول لك. انت ما لقيتش غير اللعبه دي؟ مزاجي كده. بطل يا واد بقول لك. انت بتلعب اللعبه دي بمزاجك وفي ناس بيلعبوها غصب عنهم. انت زعلت مني يا سي محمد؟ حقك عليا. خلاص يا زغلول خلاص، مفيش حاجه. انا مش زعلان. العواش. اهلا يا فتحي. ازيك دلوقتي يا سمحان؟ الحمد لله. ومالك بترد بزعل كده؟ ولا حاجة. امشي يا واد العب بعيد. ولا ايه اللي جابك دلوقتي؟ جاي اطمن عليك وجايبة لك الغدا. لا يا فتحية، تاني مرة ما تسيبيش شغلك وتيجي. الوقت اللي بتضيعيه ده انت اولى بيه، شغلك اهم. مفيش حاجة في الدنيا اهم منك يا سمحان. مش عايزة اشوفك مكشر كده. هو انت اول واحد ولا اخر واحد؟ جرى ايه يا سمحان؟ وانا اللي بقول عليك مؤمن وبتعرف ربنا، امال الجماعه اللي بيرجعوا من الحرب من غير ايد ولا رجل يعملوا ايه؟ دول بعد ما بيتعالجوا بيبقوا عايزين يرجعوا الحرب تاني. كفايه يا فتحيه. انا مش مموتني غير القعده اللي انا قاعدها دي. بكره تطيب وتنزل ونرجع تاني نسرح سوا. لا يا فتحيه لا. ما خلاص، ما بقتش محمد بتاع زمان. لا يا سمحان ما تقولش كده. نحمده على كل حال، وانت مؤمن يا سمحان وربنا كبير. السلام عليكم. اهلا 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 وسهلا. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اهلا، اتفضلوا. اهلا. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اهلا. طب انزل انت يا فتحي على شغلك. حاضر. فوتكوا بعاد. مع السلامة. مع السلامة. اتفضل. اتفضلوا. اهلا وسهلا. دايما عامر. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. متشكر. محمد انا مش جاي اقول لك شد حيلك وخليك مؤمن وقضى خف من قضى. مش هقول لك حاجه من دي يا محمد لاني عارف انك راجل. لكن انا بقى جاي اقول لك شد حيلك وربنا يديك الصحه ويطول عمرك. الحمد لله على كل حال. كل اللي انا عايزه منك انك تريح نفسك وما تحملش هم حاجه ابدا. احنا اخواتك وتحت امرك في اي وقت. احنا رقبتنا سداده بحميد. الله يكرمك. قول يا محمد تعرف الراجل اللي في الصوره دي؟ ايوه عبده. مين عبده ده؟
زميلي بقالنا سنين بنسرح سوا. هو فين دلوقتي؟ معرفش، كان ساكن معانا هنا وعزل بقاله مده، وكل حين لما بنشوفه قدام الكشك اللي بنستلم منه الورق. تعرف عنه ايه؟ خير؟ عمل حاجه؟ لا ابدا، بس في موضوع بعمله للجريده ومحتاج شويه معلومات عنه. حابب اكلمك فيه بعدين. بقول ايه يا محمد؟ ايوه بس حاسس. قول لي، يلزم اي حاجه؟ لا مستوره الحمد لله. شوف يا محمد، انت واللي زيك بتجمعوا الفلوس للجمعيات الخيريه مش كده؟ صح. يبقى لو حد فيكم حصل له حاجه لازم الجمعيات الخيريه تديله تعويض، صح؟ يا ريت يا سي حسن. انا هكتب مقاله اطالب لكم فيها بتامينات اجتماعيه، لكن ده مش كفايه، لازم انتوا كمان ما تسكتوش، لان ده مصلحتكم انتوا ولازم تطالبوا بيها. وانت اللي تبتدي. خدمه تانيه يا فندم؟ لا اقفل الباب. حاضر يا فندم. تأكدي ان احنا مش هنختلف ابدا يا شهيرة هانم. واحنا عند كلمتنا يا ادهم بيه، مش كده يا راضية؟ ايوه وانا عند وعدي. فين الكشوفات والاوراق يا راضي بيه؟ تحت امرك، اديني الكشوفات يا شهيرة. حاضر. ادهم بيه، العقد والفلوس الأول. أنا تحت أمركم. إعجابي بيكي بيزيد كل يوم يا شهيرة هانم. عزيز. أيوة يا فندم. العقد موجود يا فندم. الفيلا باسم عزيز. عملت عقد بينكم وبينه بالفيلا واللي فيها زي ما طلبتي بالظبط. مظبوط؟ ايوه مظبوط. امضي على العقد عزيز. حاضر يا فندم. مبروك يا شهيرة هانم. الله يبارك فيك يا نجوى هانم. الكشوفات. ما تزعلش يا ادهم بيه، الفلوس الاول لو سمحت. الفلوس يا نجوى. جاهزه يا ادهم بيه. اتفضل يا استاذ راضي. اتفضل يا ادهم بيه. ميرسي استاذ راضي. استاذ راضي. ايه؟ ايوه اتفضل معايا. حاضر. يناير فبراير مارس ابريل يونيو. امال فين مايو؟ الله مايو. مظبوط. مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. الكشوفات مظبوطه. طب ميرسي قوي، عن اذنكم. متشكره قوي يا ادهم بيه، مع السلامه. اذا كلميني يا شهيره هان ان شاء الله هناك. باي باي. مع السلامه. اي اخبار؟ اي اوراق تهمني؟ انت عارف هشتريها.